هلا رح نحكي عن الكيو بوينت، كيف الكيو بوينت والدي سي لود لاين والاي سي لود لاين للترانزستور. فراح اعطي اول كسيركت، حرسم السيركت هلا. عشان نعمل اول شيء الكيو بوينت لازم نعمل دي سي اناليسز. عشان نعمل دي سي اناليسز لازم اول شيء نلاقي الدي سي ايكويفالنت سيركت. فبالدي سي الكاباسيتورز بصيروا اوبن، فراح تصير عندنا السيركت كالتالي. راح نعمل كمان اشي بعديها، راح نعمل ار ثيفنين وفي ثيفنين لهدول تو ريزيستورز عشان نعمل سمبليفيكيشن للسيركت. فا ار ثيفنين راح تكون ار 1 بارلل مع ار 2، وفي ثيفنين راح تكون فولتج ديفيجن على الار 2 ريزيستور، فراح تكون في سي سي مضروب ب ار 2 على ار 1 زائد ار 2. فبعد ما نعمل هاي السمبليفيكيشن راح يصير السيركت هاي بالشكل التالي. بعد ما نعمل هاي السمبليفيكيشن نقدر نبلش بالاناليسيس تاعت الكيو بوينت. فاول انا اول شيء راح نعمل كيرشوف فولتج لو على هاي اللوب، فراح تصير عندنا الايكويشن كالتالي. هاي الاكويجن لما عملنا كيرشوف فولتج لو على هاي اللوب. هلا الاي اي طبعا لما نعمل اناليسز للكيو بوينت والدي سي لود لاين والاي سي لود لاين لازم يكون ترانزستور شغال بالاكتف مود. فعشان هيك الاي اي راح تكون بتساوي بيتا بلس 1 اي بي. فبنيجي بنعوض هون ماينس بي ثبنن زائد اي بي R ثمنين زائد V B E زائد I B S بيتا بلس 1 R E بتساوي صفر. هلا من هاي الإكويجن لازم نطلع الكرنت I B. فالكرنت I B بتطلع كالتالي V ثمنين ماينس V B E على R ثمنين زائد بيتا بلس 1 R E. هاي هي الاي بي. هلا من الاي بي بنقدر نلاقي الاي سي كيو. الاي سي كيو بس بنضرب الاي بي في بيتا. فالاي سي كيو اللي هي راح تطلع بيتا مضروب في بي ثمنين
هلا ما دام لقينا الاي سي كيو بدنا نلاقي الفي سي اي كيو كمان، فبدنا نرجع على السيركت نفسها ونعمل كيرشوف فولتج لو على هاي اللوب اللي هون. فلما نعمل كيرشوف فولتج لو على هذيك اللوب بصير ماينس في سي سي زائد اي سي ار سي زائد في سي اي زائد اي اي ار اي، وبنحط مكان الاي اي الاكويجن تاعت الاكتيف مود الفا اي سي. فبتصير عندنا الاكويجن كالتالي، سوري، بتكون اي سي على الفا عشان اي سي بتساوي الفا اي اي، وانا اي سي على الفا. هلا من هون طلعنا الاي سي كيو من قبل، نيجي بنعمل سبستيوت الاي سي كيو بهاي الايكويجن بنلاقي الفي سي اي كيو، فالفي سي اي كيو بيكون الجواب تاعه كالتالي. بهاي الحالة لقينا ال VCEQ. هلا بعد ما نلاقي ال VCEQ وال ICQ بدنا نرسمهم على الجراف تاع الكاركترستكس تاع الترانزستور. الجراف تاع الترانزستور معروف بهذا الشكل، بهالشكل. هذا هو شكل الجراف تاع الترانزستور. عشان اول شيء احنا لقينا ال ICQ، لقينا ال VCEQ. هاي نقطة التقاطع هاي بسموها ال Q point. هلا بعد ما لقينا ال Q point بدنا نعمل ال DC load line وال AC load line. فبالنسبة لل DC load line نفس الاشي، رح نشتغل على DC analysis ورح نرجع على السيركت تاعت ال DC. فاحنا السيركت اللي وصلناها لاخر شيء تاعت الدي سي لود لاين كانت بهالشكل. كانت بهالشكل اخر شيء تاعت الدي سي اناليسز. فمن الدي سي اناليسز راح نرد نرجع نعمل كيرشوف فولتج لو هون بهذا اللوب، وراح تطلع معنا هاي الايكويجن. وراح نرد نعمل كيرشوف فولتج لو على هاي اللوب، راح ترد تطلع معنا الايكويجن كمان الثاني دي ماينس في سي سي زائد اي سي ار سي زائد في سي اي زائد اي سي على الفا ار اي. هلا عشان نلاقي الدي سي لود لاين، الدي سي لود لاين هو عبارة عن لينير لاين. فراح نلاقي الانترسكشن على الاكسس اللي على الواي اكسس وعلى الاكس اكسس، بعدين نقدر نلاقي منه الدي سي لود لاين، نقدر نرسمه على الجراف. هو لازم كمان الدي سي لود لاين يمر بنقطة الكيو بوينت. فلو عوضنا مرة الاي سي 0 مرة الفي سي اي 0 بنلاقي البوينت اوف الانترسكشن على الاكسس. فخلينا نعوض اول مره الاي سي 0، فبتطلع الفي سي اي بتساوي في سي سي فور اي سي ايكوال تو 0 فور في سي اي ايكوال تو 0. بيطلع لنا الاي سي بيساوي في سي سي على ار سي زائد ار اي على الفا. بهالتالي بنرد نرجع على الجراف اللي رسمناه قبل شوي على الكيو بوينت. هي كيو بوينت اللي طلعت معنا، بنلاقي اي سي ايكوال 0 يعني انترسكشن على
على ال x axis. فال intersection على ال x axis راح يكون عند ال VCC. هي خلينا نفرض ال VCC هون. و for VCE equal to zero intersection على ال y axis. فطلعت معنا هاي الفالو. خلينا نفرض ال IC ال intersection هون. هلا بنرسم line between these two points وخليه يمر بال Q point. هذا هو ال DC load line. هلا راح نكمل على السيركت ونعمل AC load line. نعمل AC analysis. عشان نعمل AC analysis بدنا نرجع على السيركت أول وحدة. راح أرد أرسمها هون. هلا بال AC analysis راح نعتبر الكاباسيتورز شورت. فبهاي الحالة وراح تصير هذول شورت وراح نعمل لكل DC فولتج بالسيركت. فال DC فولتج هون عندنا ال VCC. فراح تصفي هاي نعملها كل راح تصفي هاي النود كأنها ground. فصفت عندنا هذه ground بال AC analysis لأن عملنا لها كل. هلا صفت عندنا تو نودز. هلا ال RC هون عبارة عن نود جراوند ونود هاي، وال RL هون راح تكون عبارة عن نود على الجراوند ونود هون لأنه هاي شورت. فصفت زي كنا عندنا تو كاباسيتورز بارلل مع بعض. فهدول تو كاباسيتورز راح يصيروا بارلل مع بعض سوري هدول تو ريزيسترز راح يصيروا بارلل مع بعض لأنه تو عندهم تو نودز تو سيم نودز. هاي واحدة جراوند واحدة هون، وال RC هون والثانية عبارة عن جراوند راح تكون ال RC. هلا بالنسبة للريزيسترز هدول عنده ال R1 عنده نود هون ونود على الجراوند، ونود هون ال R2 عنده نود هون ونود على الجراوند. فبنعتبر هدول تو ريزيسترز بارلل لأنه عندهم نفس النودز. فراح تصير السيركت كالتالي. هاي هي السيركت بعد الـ AC analysis. فالـ equivalent circuit للـ AC analysis راح تكون بهالشكل. راح يصير عندنا هذا الـ resistance اللي هون نسميه مثلا R Thevenin راح يكون عبارة عن R1 parallel مع R2. هلا بالنسبة للـ AC load line بدنا نعمل كيرشوف فولتج لو هون على هاي اللوب. هلا كيرشوف فولتج لو على هذا اللوب راح أول إشي قبل ما نعمله راح نعمل هدول الاثنين ريزيسترز بارلل. فراح صف عندنا آر سي بارلل مع آر إل، خلينا نسميهم آر برايم. فعندنا آر برايم هون مكان هدول الاثنين. هلا نمشي كيرشوف فولتج لو. فراح صف عندنا آي سي، طبعا آي سي هون آي سي أناليسيس. فراح تكون عندنا الكرنت في الآي سي كرنت آر برايم زائد في سي إي بتاعت الآي سي زائد آي إي ار اي بيساوي عندنا زيرو. هدول تو كرنتس وهاي الفولتج عبارة عن اي سي فولتج او اي سي كرنتس. فمكان الاي سي كرنت هاي راح نعوض مكان الاي اي اي سي على الفا. راح تصير عندنا الاكويجن كالتالي.
هلا هاي هي الاكويجن وصلت لنا عندنا اخر شيء بالاي سي. هلا احنا لما بنرسم الجراف احنا بنرسم الاي سي كابيتال اللي هي الاي سي دي سي مع الفي سي اي كابيتال اللي هي الفي سي اي دي سي، ولما رسمنا الكيو بوينت لما رسمنا الدي سي لود لاين. فعندنا هون احنا الكرنتس عباره عن اي سي كرنتس، فبدا الاكويجنز اللي بتربطنا بين ذا اي سي كرنتس والدي سي كرنتس اللي هم هدول اي سي كيو زائد اي سي بساوي اي سي كابيتال. هاي هي اي سي كرنت، هاي هي دي سي كرنت. بالنسبه للفي سي اي، في سي اي كيو زائد في سي اي اي سي في سي اي دي سي. فراح نعوض بهاي الايكويجن مكان كل دي سي كرنت ودي سي مكان سوري مكان كل اي سي كرنت اي سي فولتج، راح نعوض مكانهم الدي سي كرنت والدي سي فولتج. فراح نعوض منهم راح يصير الايكويجن كالتالي، مكان الاي سي هاي راح يصير اي سي ماينس اي سي كيو. مكان ال VCE راح يصير عندنا VCE capital minus VCE Q. صارت عندنا الإكويجن بهذا الشكل. هلا ال ICQ و VCE Q احنا already لقيناهم بال Q point analysis، وهدول الريزيستنس فالوز جيفن راح يكونوا، والالفا اللي هي بيتا على بيتا بلس 1، فراح يضل عندنا تو انون فاريبلز اللي هم الاي سي كابيتال والفي سي كابيتال. راح نرد نعمل نفس الشيء اللي عملناه بالدي سي لود لاين، راح نعوض مره راح نلاقي البوينت اوف انترسكشنز، مره راح نلاقي الاكس انترسكشن، ومره راح نلاقي الواي انترسكشن واي اكسس انترسكشن. فراح نعوض مره في مثلا فور VCE equal to zero راح يصير لنا IC بيساوي هالتالي، راح يصير ICQ زائد VCEQ على هلا هاي سوري هاي الار سي راح يكون مش الار سي هاي سوري كان في لخبطه معي، هاي هي الار برايم لانه احنا حكينا تو ريزيسترز بارلل بطلت هي الار سي لحال، فصفت هاي هي الار برايم. انا سوري لما نقلت غلط، هي الار برايم، الار برايم اللي هي حكينا الار سي بارلل مع الار ال، هاي هون ار برايم. فراح صف عندنا في سي اي على ار برايم زائد ار اي على الف. هاي هي الواي انترسكشن، الواي اكسس انترسكشن. الاكويجن للاكس اكسس انترسكشن راح نعوض فور اي سي بتساوي زيرو. راح يصير عندنا الاكويجن كالتالي، في سي اي بتساوي في سي اي كيو بهاي الحالة لقينا الـ X-intersection. هلا بعد ما نرد نرجع على الجراف اللي رسمناه، احنا اوريدي كنا رسمين الـ Q point، كنا رسمين الـ DC load line. سوري رح رد ارسم على ورقة تانية عشان اكون اوضح وارتب. هاي جراف هي الكي بوينت، هذا هو الدي سي لود لاين اللي رسمناه من الدي سي اناليسيس. هلا بالاي سي اناليسيس ردينا طلعنا البوينت اوف انترسكشنز، طلعت معنا واحده هون رح تطلع والثانيه هون، رح صفي عندنا لازم يور كمان بالكيو بوينت.
صفي لنا دي سي لود لاين و اي سي لود لاين. بعد ما لقينا الكيو بوينت، الاي سي لود لاين، الدي سي لود لاين، راح نقدر نلاقي منهم هدول الثلاثه الماكسيمم سوينج. الماكسيمم سوينج هو الفولتج قديش نسبه سوري قديش نسبه اكثر شيء بتقدر تحطها للاي سي سيجنال عشان ما يصير لا كت اوف ولا ساتوريشن. فخلينا نفرض راح تكون بحدد لك هلا حطت خط التقاطع لهذا راح تكون عند الكيو بوينت. هتكون عندنا مثلا اي سي سيجنال احنا دخلناها انبوت من على السيركت الانبوت سيجنال كالتالي، هاي الاي سي سيجنال دخلناها انبوت. هلا الماكسيمم سوينج هي اقل قيمه بين هدول الاثنين بتقدر تعطيك السيجنال بدون ما يصير لها لا كت اوف ولا ساتوريشن. فانت بتيجي بتلاقي الديفرنس بين الكيو بوينت والزيرو اللي عباره عن اي سي كيو راح تكون، وبتوين البوينت عند الاي سي لود لاين تاعت الانترسكشن اللي لقيناها بالكويجنز قبل شوي والكيو بوينت. فصار عندنا تو ديفرنسز، هي اول ديفرنس وهي ثاني ديفرنس. المينيمم الاصغر واحد فيهم اللي هي اذا كان مثلا 1 اصغر من 2 فالماكسيمم سوينج راح يكون عباره عن 1. اذا كان بالعكس راح يكون الماكسيمم سوينج 2. هلا اذا طلعت السيجنال عندنا اكبر من هذا الديفرنس مثلا اللي فوق الفولتج تاعها اكبر من هاي الليمت تاعها هذا عند الاي سي لود لاين راح يصير داخل السيجنال بالساتوريشن مود. لو طلعت السيجنال بالنيجتيف هاف سايكل اكبر من هذا اللاين اللي هو الزيرو راح يصير داخل عندنا بالكت اوف مود. فهي الحاله قدرنا نحدد الكيو بوينت، الدي سي لود لاين، والاي سي لود لاين. ومن هدول الثلاثه قدرنا نحدد الماكسيمم سوينج. هلا بهاي السيركت اللي رسمناها قبل شوي كانت هي عباره عن كومن ايميتر. وايش معنى كومن ايميتر؟ يعني الانبوت داخل عندها على البيس لما رسمناها قبل شوي، هاي عبارة عن كومن ايميتر. هاي البيس، هاي كوليكتر، هاي الايميتر. الانبوت داخل عندي سوري داخل على هاي النود، الانبوت داخل عندي عند البيس، الاوتبوت طالع عندي من السي. فهذا الترانزستور بسموه كومن ايميتر، سوري هذا الامبليفاير هو بيكون عبارة عن كومن ايميتر امبليفاير. هلا اذا كان عندي الانبوت على البيس والاوتبوت على الايميتر راح تصير عندي كومن كوليكتر امبليفاير. يعني انت بتعتمد وين الانبوت وين الاوتبوت عشان تحدد هل هو كومن بيس، كومن ايميتر، كومن كوليكتر. فالكومن ايميتر والكومن كوليكتر الاناليسيس تاعت الكيو بوينت والاي سي لود لاين والدي سي لود لاين نفس الشيء، يعني لا ما بتختلف ولا شيء. بس وين بيختلف بيش عندنا الاختلاف؟ لما يصير عندنا كومن بيس، الكومن بيس راح يكون عندنا الانبوت على الايميتر والاوتبوت على الكوليكتر. فراح ارسم هلا اكزامبل سيركت كومن بيس والاقي الكيو بوينت والاي سي لود لاين والدي سي لود لاين.
هلا هاي حالة هي كومن بيس ترانزستور، الانبوت عندنا داخل من عند الامتر الكرنت اي اي، والاوتبوت طالع عندنا عند الكوليكتر. هلا عشان نلاقي الكيو بوينت زي ما حكينا لازم نعمل دي سي اناليسيس، لازم نغير هاي السيركت لدي سي، فالكاباسيترز بصيروا اوبن، فراح تصير عندنا طبعا هون فوق في جراوند، هون في جراوند، فراح تصير عندنا السيركت بهالشكل. هلا اول لوب رح نعمل عندها الاناليسيس كيرشوف فولتج لو اناليسيس، رح تكون هذه اللوب اللي هي بهاي الحاله اللي هون، اللوب اللي هون. بس قبل ما نمشي فيها لازم نعمل ار ثيفنن وفي ثيفنن عشان نغير هذول الاثنين. فالار ثيفنن رح تكون عندنا هون عباره عن ار 1 بارلل مع ار 2، والفي ثيفنن عند هذا اللوب رح تكون عباره عن ار 1 على ار 2، هذا ار 1 في ال في بي بي. راح تصير عندنا السيركت من على جهة البيس بالشكل هذا. راح نعمل كيرشوف فولتج لو على هاي اللوب، والاكويجن تاعت كيرشوف فولتج لو راح تكون ماينس في ثيفنن زائد اي بيس ار ثيفنن زائد في بي اي زائد اي اي ار اي زائد في اي اي. والاي اي حكينا عشان لما نعمل الاناليسيس هاي لازم يكون شغال الترانزستور بالاكتيف مود، فالاي اي راح تكون تساوي بيتا بلس 1 اي بيس، بنعوضها بهاي الايكويجن وبتصير عندنا الايكويجن بهالشكل. ومن هاي الايكويشن لازم نخلي الاي بي سبجكت اوف ذا ايكويشن، فبصير عندنا الاي بي الايكويشن تاعتها بهالشكل.